بيت مقفول عليه. شفتي حبيبي بعد عذاب سنين طويلة في الشقق المفروشة البنسيونات؟ من النهاردة يبدأ الاستقرار الحقيقي. هعمل لك منها جنة يا حبيبي. ست هاني انت جنتي في أي زمان وفي أي مكان. يا ست هاني انت عارف انا هحط صورك على كل حيطان الشقة. ست هاني مبروك يا حياتي. يا ست هاني مبروك يا عمري. متوترة ليه؟ مش متوترة. نمت كويس؟ ايوه. كان في كوابيس او احلام مزعجة او خلافه؟ لا. طب دخنت كتير امبارح؟ لا. طب خدي قرص ترانكيسين بعد الفطار. بقول لك مش متوترة ومفيش كوابيس، اخد ترانكيسين ليه؟ خدي ترانكيسين. مش واخدة. صوتك عالي. صوتي عالي لانك بتستفزني وبتحاول في كل دقيقه تطبق مهنتك عليا. لعلمك انا سويه جدا. مفهوم. كل الحكايه دي قلقانه شويه. عندك مانع نقلق؟ اطلاقا. دع الحياه وابدا القلق. اصل من امبارح وانا محترف في اسم اخر روح رسمتها. تفتكر اسميها ايه؟ خرق لزمن البغيض. الله. ولا عفن الدنيا الرديئه. الله الله الله. ولا مسيرة البرد الأسود. صباح الخير أيها الاكتئاب. أقول لك سميها صباح الخير أيها الاكتئاب. عيشة تجنن. لابسه اسود على مين؟ باتريشيا بابريكانتش تايشن. مين؟ باتريشيا بابريكانتش. الخبر منشور له. ليني؟ الذكرى السنوية الأولى للمرحوم أبو دوما الدوكش. هنا هنا. آه
ماتت عن عمر يناهز 95. حول الله يا رب. دي فايزة شبهها. راقصة الباليه المعتزلة الشهيرة باتريشيا فارميكاتيتش. بابريكانيتش. بابريكانيتش بأزمة قلبية مفاجأة. يبقى في حياتك يا نانا، وربنا يجعله آخر الأحسان. كانت رائدة عظيمة من رواد المدرسة الرومانسية في فن الباليه. شد حيلك يا نانا. نانا الفطار جاهز. اتعلمت منها توافق الحركة الدائرية مع التصاعد الإيقاع. كاس وداير على الجميع. الفطار جاهز يا نانا. ضروري أتصل بكل الزملاء والزميلات أعضاء جماهير قدام راقص الباليه ونعمل لها حفلة تقبيل. واجب برضه. نانا الفطار جاهز. فطار إيه؟ هيجي أهلي. أنت إيه؟ ما عندكش حساسية؟ مفيش أي تقدير لمشاعري؟ ليك حق، ما أنت بتاع حشرات. نانا من فضلك، أنا أستاذ مساعد قسم الحشرات. مفيش فطار؟ ولا غدا. يا حبيبتي يا باتريشيا بابريكانيتش. ولا عشر حد الأربعين يا نانا. ربنا يجعل مسواها نار جهنم. درويشة تجنن. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. الله بختك حلوة قوي النهارده يا دودو. النهارده وكل يوم يا حبيبي ما دام انت معايا. محسن. يعني مين محسن؟ اقرا لي بختك انت الاول. من عناية يا روحي. المستقبل مشرق والايام الجميلة قادمة. الايام الجميلة بدأت يوم معرفتك ونورتي لي حياتي. فاكر اول لقاء يا محمودتي؟ الا فاكره. أنا أنسى نفسي، أنسى العالم كله وما نساوش. فاضل 3 شهور ويومين 2 ونحتفل بيه. ويحتفل بيه معانا كل المحبين اللي في الدنيا. هنزرع وردة جديدة. ونرويها كل يوم. ولما تزهر نحكي لها سري وسرك. وحبي وحبك. أنت أحلى وردة في حياتي. صباح الخير. Thank you.
المرة دي مش كفاية اني واقف. اتفضل يا استاذ. متشكر. لا اتفضل. اتفضل استراي. اتفضل عشان تبقى جنب المدام. عن اذنك. انزاح. بس. الزبده الصفرا نزلت الجمعيه. جو النهارده زي الزفت. بقول لك الزبده الصفرا نزلت الجمعيه. مكتوب اهو عواصف وموجه رعديه واحتمال سقوط امطار. ومالك كده بتتوه في الكلام؟ انت مش ناوي تجيب علبتين؟ منين؟ ما المهية واخداها كلها. هي الفلوس بتولد؟ ولا انت فاهم ان الكام مطوش اللي بتديهم لي يكفوا لغايه اخر الشهر؟ اعمل حسابك على علبتين زبده اول ما تقبض الحوافز. انت مش عندك المراره والدكتور منعك من اكل الدسم؟ يا اخويا من عاش بالحكمه مات بالمرض. انت لا بتاثر فيك حكمه ولا بيهدك مرض. اعوذ بالله من ملافظك. صحيح البهيم من ودنه والبني ادم من لسانه. الرب سعد لا مؤاخذه وش الساعه كان يوم ما هبب جت نانينا في حظنا الهباب. معلش على راي المثل بره وجوه فرشتي لك وانت مايل وايه يا عديله. خلاصي بقى لحسن وديني اوريك. يعني هتعمل ايه؟ هتضربني في الاتوبيس عشان علبه سمنه؟ طيب معلش اما ترجع البيت شوف هتاكل ايه بقى. هو انت اللي بتهببيه ده اسمه اكل. ارحميني. الله يرحم امك اللي كانت بتقدح فوق الحراتي في زيت الطعميه وتقول عليه نيفه. صحيح فشر ونشر والعشا خبيزه. جات الداهيه في ردودك وديني ما انا قاعد. ايه اعوذ بالله. اتفضل يا استاذ. لا 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 مفيش داعي للانفعال ده كله. المشكلة أبسط من كده بكتير. ممكن تتحل بابتسامة بكلمة حلوة. جرب. كلمة حلوة؟ ده أنت رايق قوي. ده أنت ظهر عليك عازب. اتفضل يا أستاذ. أه اتفضل. الله أه الله ها سمير. صباح الخير يا استاذ محسن. ايه مالك مش مشرقه زي عوادك ليه؟ وخطيبك زعلك ولا حاجه؟ مش هو الدنيا هي اللي مزعلاني يا استاذ محسن. لا الدنيا جميله. جميله واحنا مخطوبين بقى لنا 4 سنين ومش لاقيين شقه. هتلاقوها ان شاء الله بس انت تفائل. الشقق بتيجي بالالفات مش بالتفاؤل يا استاذ محسن. كله يتحل بالصبر. عارفه انا وداليا قعدنا مخطوبين 10 سنين وبعد كده اتجوزنا في شقه مفروشه. قضينا 10 سنين بين اللوكندات والشقق المفروشه. لكن بالصبر والحب والتعاون والكفاح ربنا وفقنا وقدرنا ناخد شقه في عماره جميله وبسعر معقول. الحب بيصنع المعجزات يا سميره. قولي لي انت هتقابل خطيبك النهارده؟ ايوه. لا اوعي تقابليه بالتكشيره دي. خدي الورده دي واديها له. قولي له انا بحبك يا طارق. باي باي. الله ازاي الكلام ده؟ انت اتجننتي؟ انا مدير عام مش سباك ولا صاحب بوتيك. اختلس يعني؟ اعوذ بالله في طبع حضرتك. سلام. هو المنتقم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. التقرير اللي سعادتك طلبته مني. معقول هي تخلصه اهو كده؟ ده انا لسه هقول لك امبارح. ما انا سهرت عليه طول الليل يا فندم. التقرير بقى فيه دراسه كافيه عن متطلبات السوق المحلية ومتغيرات الأسعار العالمية. برافو يا محسن. أنت ليك مكافأة كبيرة أوي. متشكر يا فندم. إنما قول لي في سؤال عاوز أسأله لك من زمان. اتفضل يا فندم. إيه سر حماسك وإقبالك على العمل بالدرجة المبالغ فيها دي؟ وأنت الموظف الوحيد اللي بالكفاءة دي عندي. ثم دايما وأبدا أشوفك مبتهج وسعيد ومهندم وأنيق. إيه السر؟ السعادة الزوجية يا فندم. حلوة دي. دي نكتة العصر. في حاجة اسمها سعادة زوجية؟ دي كلمة مش موجودة خالص في قاموس المتزوجين. يبقى العيب في المتجوزين مش في الجواز نفسه يا فندم.
سيان قول لي يا معلم، انت متجوز بقالك كام سنة؟ 10 سنين يا فندم. 10 سنين وكلهم عسل؟ عسل مصفي يا فندم. وكمان مصفي؟ بقولك ايه، انتوا عندكم غسالة اطباق؟ لا، داليا بتعمل كل حاجة بنفسها. عندكم اولاد؟ لا، انا وداليا اتفقنا اننا ما نخلفش اول ما نتجوز، من ناحية نستمتع بحبنا قبل ما ندخل في مسؤوليات الاطفال، من ناحية تانية نكون استعدينا ماديا، لكن الحمد لله دلوقتي نقدر نخلف. هنقرر ده سوا قريب قوي ان شاء الله. الو افندم، مين؟ الاستاذ محسن؟ موجود ثانية من فضلك. محسن تليفون عشان متشكر يا فندم. الو ايوه، وصلت يا نن قلبي. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. ايه قول لي، وصلت مستريح؟ جدا، الاتوبيس كان فاضي ومفيش اشارات والمطبات اللي في الشوارع اختفت خالص. الكونسيري كان لطيف وبشوش. تصوري السواق كان مدور اغنيه حبيتك بالصيف لفيروز. حاضر، مش هتاخر يا نور عيني. نفسك يا فوزية؟ دلوقتي يا اخويا لبن زبادي بالخيار عليهم رقين بيض مضروب معجونين في نص فنجان دقيق ورز ومعلقه جليسرين. اهو يا اخويا بيقولوا القناع ده حلو ومغذي للبشره. اديني بعمل كل ده عشان خاطر اعجابك. ماما خلصت تمرين شهر كله يا بابا. اسكت يا واد. كويس قوي ان انا عرفتك اول ما شفتك. احنا ما عرفناش يا بابا. اخرس يا واد انت. الكلام ده يهاني متخرب بالليل. اي وقت يا سعيد وانا فاضيه. خد يا سعيد قطع العيش، صباعي متعور. من ايه؟ اتعور يا اخويا وانا بخرط البصل. بصل؟ مفيش فايده فيك ابدا. ربنا فتحها علينا ومع ذلك مصره تطفيشي كل الطباخين والشغالين اللي انا جايبهم لك. قلت لك 100 مره انا بحب اعمل كل حاجه بنفسي. يا اكبر يا اخويا متعه. البصل متعه؟ على فكره محسن عاوزه تعدي عليه النهارده الساعه 6. يعني ايه محسن ده؟ جارنا الجديد اللي ساكن في الشقه اللي جنبنا. داليا مراته ادتني ورقه كتبها لك. عايزني في ايه اخر؟ مش عارف، اما نبقى ناكل انا بجيب لك الورقه. مش هاكل، نفسي اتسدد. اتسدد. هاي يا شيخ، اتأخرت عليك؟ انا مت من الجوع، انت كنت فين؟ انا النهارده هلكت مشاوير. رحت لماما وكنت على النادي وبعدين عملت حمامات ساونا وكنت على الكوافير وبعدين كنت على جمعيه قدامى راقصي البالي ناقشنا الميزانيه وجدول الاعمال وبعدين الحمد لله على السلامه. حضر لنا الاكل بقى. لا مش قبل ما اوريك ايه اللي انا جبته. شوف يا سيدي، ده باليه الباص الكبير وده بنتشوط وده سبارتاكوس وده اكيد بقى باليه يا صار لايوب. مفيش باليه اسمه كده، ده باليه كسرت البندق. هفرجك عليه دلوقتي يا شاكر. يهوس يهوس. وجبت الشرايط دي بكام يا هاني؟ مش هتصدق، 200 جنيه بس، بالرغم انها شرايط نادره. 200 جنيه؟ دفعت مصروف البيت يعني؟ مش كله، فاضل يجي 30 جنيه. برافو، وتقدري تقولي لي بقى هناكل منين بقيه الشهر كله؟ مش ضروري ناكل يا شاكر، قصدي البركه فيك تدبرها الشهر ده. منين؟ اسرق ولا مد ايدي للناس؟ عيب يا شاكر، انت استاذ جميع قد الدنيا، ليك محاضراتك وابحاثك ومذكراتك. انت مش عايشه في الدنيا ولا ايه؟ الاستاذ الجامعي ده هانم دخله ربع دخل السباك، تمن دخل الميكانيكي. وواحد على 16 من دخل المكواجي والمنجد ولحام الاكسجين. عارفه عارفه، قلتها لي قبل كده 100 مره. يبقى المشكله فيك انت. المشكله في مخك انت. شاكر احترم نفسك واسر الشر. حاضر يا مدام،
بس تسمحي بقى تتفضلي تعملي لنا الاكل. يا خبر نسيت اعمل اكل. طبعا لازم تنسي، انت هتفضي الايه ولا الايه؟ هتضيعي نفسك، ده هتبقى حرام. خلاص يا شاكر معلش، انت لسه لابس، يلا اخطف رجلك هات لنا علبه بولبيف وعيش وكافيار. انا هخطف رجلي اروح لاي مطعم اتغدى فيه زي اي عازب، ده عيشه تقصر العمر. يا ساتر. استاذ شاكر، مش الاستاذ شاكر برضه؟ ايوه انا محسن محب عبد الودود الساكن الجديد شقه 82. 82؟ اهلا 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 بيك. عند حضرتك ملعب تشرفنا شويه النهارده. فين؟ عندي في الشقه. ليه بقى تشرف؟ لا لا مفيش حاجه، هندردش شويه مع بعض في احوالنا واحوال العماره، وان شاء الله سكان الشقتين التانيين في نفس الدور هيكونوا موجودين، الدكتور نور والاستاذ سعيد. اشوف عند اذنك. هستنى حضرتك الساعة 6 ان شاء الله. ها؟ الساعة 6؟ اوكي. شقة 82. بليز. رايح فين يا نور؟ رايح ازور جارنا الجديد. وانت من امتى بتروح زيارات منزلية؟ ده مش عيان. امال هتزوره ليه؟ ساب لي جواب امبارح في العياده مع التمرجي، عايز يجتمع بينا انا وسكان الدور. وعايز يجتمع بيكوا ليه؟ مش عارف. غير الكرافطه الحمراء دي. مش غير، عجباني. مش معقول ميلك للالوان البدائيه دي؟ خلوا في ذوقي. بتقول ايه؟ ولا حاجه، هات 300 جنيه. ليه؟ اشتري فرش والوان. منين يا حسره ما معيش؟ انت لسه عامل عمليه امبارح واخد فيها 2000 جنيه. فشلت، رجعت الراجل فلوسه، وعن قريب هقفل العياده ان شاء الله، وكله ببركاتك على اذنك. اهلا يا دكتور. اهلا 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 يا سعيد. قول لي، تعرفش عايزنا فيه الاستاذ محسن ده؟ حالا انا اعرف. بقول لك يا دكتور. ايوه. انا عندي اكتئاب، اخد ايه؟ لا ما هو اصل الاكتئاب انواع. اكتئاب زوجي. يبقى مركب، ما تاخدش حاجه، مش هزول الا بزوال المؤثر. اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور يا فندم. سعيد البرنس. اهلا وسهلا، اتفضلوا. شكرا. شكرا. الحقيقة أول حاجة فكرت فيها أنا وداليا مراتي بعد ما استلمنا الشقة إننا نتعرض بكرامنا ونسعى إن يبقى في علاقات ودودة بينا وحب متصل. لا لازم أستاذ شاكر. على اذنكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا استاذ شاكر. اهلا وسهلا. تفضل. تفضل. الانسان بطبعه كائن اجتماعي. اظن كلنا متفقين على كده. هو ايه المشكلة بالظبط؟ مفيش مشكلة ولا حاجة. بالعكس انا هدفي اننا نجتمع ونتالف كاسره واحده بتجمعنا عماره واحده. ايوه مفهوم مفهوم. ايه المطلوب؟ انا مبدئيا بقترح نعمل مجلس اداره للعماره يتكون من رئيس ووكيل وسكرتير وامين صندوق، يبقى هدفه تذليل المشاكل ومناقشه المقترحات. وكمان وطبعا سيادتك هتبقى رئيس. انا؟ لا ليه انا بس؟ ايه رايكم من حيث المبدا؟ يا استاذ محسن العماره مش محتاجه مجلس اداره ولا حاجه، الحمد لله الاسانسير شغال والبواب قايم بواجباته تمام التمام، وزي ما حضرتك شايف العماره جديده مش محتاجه لصيانه. لكن محتاجه حاجات تانيه كتير ومهمه جدا. فور اكزامبل زي ايه بالظبط؟ لمسه الجمال مثلا. عندك مدخل العماره
ممكن نزينه ونحط فيه آثار زرع، نباتات ظل، مشايات جميلة، طبلوهات. والسطح أنا اكتشفت إن مساحته كبيرة جدا، بس للأسف غير مستغلة إطلاقا. إحنا ممكن نحوله لروف رائع، نعمل تكعيبة لبلاب وجزء منه نحط فيه ترابيزات وشماسي، والجزء التاني نحط فيه لعب أطفال ومراجيح، كل عائلات العمارة تجتمع فيه ولو مرة واحدة في الأسبوع، ونسميه اليوم المفتوح، مش كده؟ بالظبط. ونعمل له بروجرام منوع فيه السمر والمناقشات المفتوحة والمسابقات والمرح البريء. برافو برافو. لو سألي مضطر امشي، عندي ميعاد مهم جدا مع احد المرضى في العيادة. عن اذنك. وانا عندي ميعاد مهم جدا في الشركة بتاعتي. عن اذنك. ما قلتليش رأيك ايه؟ لا احنا كلنا متفقين على ذلك يعني. سيادتك هتبقى رئيس مجلس الإدارة ووكيل العمارة وأمين الصندوق. لا مؤاخذة، أنا عندي حشرة سايبة في المعمل. بحث. عشان تجتمع فيه كل العائلات. ايوه، عشان يزود حالة الاكتئاب اللي عندك. هو بني ابي رايق قوي، مبيشتغلش، عنده فراغ نفسي ومش بعيد يكون فراغ عقلي كمان. على اذنك العائلة. ايه مشوا؟ للاسف كل واحد مصر انه يبقى جزيرة معزولة لوحده. ولا يهمك يا حبيبي، يلا نسهر احنا مع بعض. يلا حبيبتي، عندك يا حبيبتي. يلا اتفضلي يا حبيبتي. قولي، بتاخد الدواء بانتظام؟ لا، رميته من الشباك. ليه؟ الحمد لله خلاص انا خفيت. انا جاي ابشرك. ازاي الكلام ده؟ مش ممكن، مش ممكن. ايه يا دكتور؟ بقول لك خفيت. يا ابني ده كورس ولازم تكمله. مش هكمله خلاص، الحمد لله الهلاوس السماعية اللي عندي اختفت. انا دلوقتي ما بسمعش غير اصوات الناس اللي حواليا. عظيم. طب والهلاوس البصرية؟ الحمد لله انا دلوقتي ما بشوفش غير اللي كل الناس الطبيعية بتشوفه. هايل هايل. طب وشعورك باضطهاد المدير ليك؟ كلام فارغ. المدير ده راجل طيب وحبوب وسكرة، عمره ما اضطهدني. هيضطهدني ليه؟ لا برافو برافو يا زكي، انت كده اسعدتني جدا وطمنتني. تقدر يا ابني دلوقتي تمارس حياتك بشكل طبيعي خالص خالص خالص. متشكر قوي يا دكتور. العفو. البركة فيك يا دكتور. العفو العفو. السلام عليكم. مع ألف سلامة. مع السلامة دكتور. ايوه، انا اول حاجة هعملها. ايوه، اول ما اروح الشغل. ايوه، هصرف نص شهر مكافأة لكل العاملين. لا كمان هعقد اجتماع مع الوزير لمناقشة الميزانية. انت اتنكست يا سكي. نزل ايدك. ايه مالك يا دكتور؟ في ايه؟ لا مؤاخذة مدام، في مريض جوه. هتسليني الله يخرب بيتك، وانت ناقص تجيلك برانويا؟ جاتلك من ايه البرانويا يا زكي؟ مش معقول كده، دي مش طريقة لعلاج المرضى. ده مفيش فايدة منه، كل يوم يجيلي بمرض عقل جديد. انا مفيش حل غير اني اعمل لك عملية وافتح لك نبوغك واشيل لك المخيخ وارميه. لا عملية لا عملية لا. بكرة تيجي تاخد جلسة كهرباء. مستنبع عمراض، كرهني في الطب النفسي، كرهني في الطب كله. انا هقفل العياده بسببه. نور اعصابك، مش معقول كده، خطرا كسين. ليلى انت ايه اللي دخلك من غير اذن؟ جيت اعرض عليك اخر روحه رسمتها، لسه مخلصها دلوقتي. ايه رايك؟ رايي في ايه؟ في اللوحه. هي فين؟ جري يا نور، انت نظرك ضعف. ما قدامك اهي. قدامي ايه؟ انا شايف حته شاشه بيضه مشدوده على بتاع خشب، مش شايف فيها اي حاجه. اسمه فراغ،
بعبر بيه عن الخواء الفكري للبشريه المعذبه. هايل هايل. مين الكومبلكس؟ اكتئاب مركب. وقطعت الفراغ ده بقى بالسكينه، برمز بيه لدمويه الظلم الانساني. برافو برافو. نزعات عدوانيه تخريبيه. انت بتكتب ايه؟ ليلى تعالي مددي على الشيزلونج. نعم انت فاكرني مجنونه؟ انت اللي ما بتفهمش في الفن التشكيلي المعاصر. ليلى انت اعصابك تعبانه ومحتاجه جلستين مددي على الشيزلونج يا حبيبتي. انت المتصور ان كل الناس مرضى؟ نور انا مضطر اقول لك ان انت المريض. مره خد روحك وارجع البيت، والا قسما بالله انا اللي هفهم اللي جاي. ياخد رايك ده انت حالتك صعب خالص، انت ما ينفعش معاك تنكسين. خد اعتدال. التلفزيون عقبال ما انا اخلص. مش ممكن، لازم اساعدك يا حبيبي. انت سندوتشات خفيفه قوي مش محتاجه مساعده. انا مصمم يا حياتي. طب خلاص كملهم انت وانا اعمل السلطه. ايه سلامتك يا روح. ايه ده ايه ده صباعك اتعورتي دم. تعال تعال يا روح، يا ريتني كنت انا. على مهلك ما تخفيش يا روح. على مهلك. انا مهلك يا روح. أنا مالك أنا مالك يا روحي. خلي صباعك مرفوع كده. أيوه ألف بعد الشر عليك يا روحي. بس بس احملي ثانية واحدة. مساء الخير يا مدام. الدكتور موجود؟ ايوه بس نايم. انا جالكم محسن محب عبد الودود، وداليا مراتي تعبانه قوي، ممكن تصحيني اجي اشوفها؟ اتفضل. عندها ايه يا مدام؟ اتعورت بس ظهر الجرح غائر قوي. بس الدكتور نور اخصائي امراض نفسيه وعصبيه. طب ما هو ده الطب يعني عارف، اصل دلوقتي مش هلاقي اي دكاتره فاتحين، وبعدين حالتها ما تطمنش ابدا. انا اسف للازعاج، ارجوك تصحيني. سامحني. بالراحه يا دكتور. بالراحه.
الجرح الغار. طب حضرتك قيس الحرارة. حرارة؟ حرارة عادية جدا. طب ممكن ساعتك تكتب لها انتي بيوتك. انتي بيوتك؟ ليه؟ يعني عشان نطمن يمكن. قولي انت دكتور؟ لا يعني اطمن. اطمن اطمن جدا. قدر ولطف يا دكتور. سعادتك يا حياتي. ما تقوليش كده، ده انا حياتي فادراكي. بصي يا نونو. واو هموت ولا اشوفكيش بتتألمي لحظة واحدة يا حياتي. أعمل لك إيه؟ أعمل لك ليمون دافي بعسل النحل؟ طب أعمل لك شوربة سخنة؟ حالة خطيرة؟ ده أكيد راجل مجنون. حتى الجرح بسيط صحيح من عز النوم وعايز يقلب الدنيا. تصور المتخلف كان عايز يديها أنتي بيوتك. بيحبها وخايف عليها. ده حب مرضي. تفتكر؟ طبعا دي تصرفات انسان غير سوي. عنده ايه؟ واضح ان نموه النفسي تواق مرحلة المراهقة. والانسان اللي بيتصرف عكس تصرفات محسن ده يبقى ايه؟ سوي؟ قصدك ايه؟ ابدا، اصلي افتكرت واحد صاحبنا مراته وقعت من على السلم رجلها انكسرت، لا سأل فيها ولا قال لها حتى سلامتك. حكاية قديمة بقى لها سنين. قديمة ولا جديدة، المهم شعورك. شعوري ايه؟ أنا ما كنتش في مصر خالص يا ميا، كنت في مؤتمر طبي في باريس. وعرفت بالتليفون اللي جرالي، ومع ذلك ولا اتهزت شعرة من راسك. كنت عايزاني أعمل ايه؟ أسيب المؤتمر وأرجع؟ وتسيب الدنيا كلها لو كنت بتحبني. أنا فعلا ناوي أسيب الدنيا كلها. بس اديني فرصة أنام للآبي. هل هذا ممكن؟ ممكن؟ الساعة كام؟ دلوقتي ايه؟ ركز معايا شوية. ولما هو مش دلوقتي بتصحيني ليه؟ ما فاضلش غير البلاوز والكتالوجات وحجز القاعة وتوضيب حفل الانفتاح كله 5000 جنيه بس. لا بسيطة بسيطة قوي. الرحمة ارحميني شوية. هقول لك بس التكاليف دي ممكن تتغطى من بيع لوحتين ثلاثة، ما بالك بقى وانا عاملة 30 ليلة. ايوه يا نور. ده المعرض رقم كام في حياتنا الزوجية؟ اقصد في حياتك الفنية. العاشر. كل معرض بيمثل مرحلة، وكل مرحلة بكذا ألف بدفعهم، ومع ذلك عمرك ما بعتي ولا لوحة. تفتكر ليه يا فنانة؟ أذواق الناس انحط. خلاص بطلي تعملي معارض، ويستحسن تبطلي ترسمي خالص لغاية أذواق الناس ما ترتفع. أنت بتقول إيه؟ عايز تدمر موهبتي؟ أمال تخربي بيتي أنا؟ هيبقى لا حب ولا فلوس؟ هتدفع ولا لا؟ لا. فين الترنكسين؟ انا هاخد العلبه كلها. علي يا ليلى. سيبني ليلى. علي ايه اللي يخليني اعيش زمن مادي حقير ليلة مع انسان اناني وفخيل زيك؟ ليلى انت فنانه يا ليلى. خلاص خلاص
خلاص خلاص هدفع هدفع يا فنانة هدفع. اديني ارسمك. انا ليه ما سبتهاش تنتحر؟ دايما اضيع الفرص. غبي. ايه رايك في السميتة حياتي؟ احلى من الكرواسون يا حبيبي، مدام حبيبي اللي جايبهولي. تعالي نقف هنا. تعال استنى خد خد الحته دي. حاضر يا حبيبي. لا استنى عشان خط عايزه اللي بتاع في الدقه. عايزه اللي بتاع في الدقه. خد. ايه اي صباعي. ايه ما تخافيش. انت صمت وانت دقيت. لذيذ قوي السميت. ايه رايك؟ اوعى كده. قال على رأي المثل متجوزة عدس عزبة عدس مترملة عدس. أنا لو أطول أجيب لك نجوم السماء وأعمل لك منهم عقد فل وياسمين. اللهم ديمها نعمة. ارضي بحالك لا تزول من وشك. حال مايل غيرنا بيلعب بالفلوس. لا جات لحد عندنا وقفلت. ما هو الفقر له ناسه سمعهم على وجوههم. اوعى. يا ريتني كنت شاعر، كنت كتبت في عينيك الحلوة دي مليون غنوة وغنوة. كفاية كلمة بحبك. بحبك. أعوذ بالله لسانك من قعد. سم أنا الحق عليه اللي بفسحك. فسحة الشوم والندامة. قال على رأي المثل خدتك لواس خدتك عواز خدتك أكيد العوازل كدت ده نفسي. حبيبتي يما يا حبيبتي يما يا حبيبتي يما قولي بحبك. قولي بحبك. عايز أسمعها تملي. بحبك. بتجدد احلامي لا 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 وتنور ايامي لا 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 وبحس اني بقرب منك لما اسمع. لا حول لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. المرة الجاية هدخلك بمزيكة حسب الله. تتعشى ايه مع الفراخ؟ مسقعة ولا فاصوليا؟ لا مسقعة ولا فاصوليا. احنا معزومين على حفلة كبيرة هيحضرها عدد كبير من كبار رجالة الأعمال ونجوم المجتمع. أنا ما بقدرش أقبل الحفلات اللي زي دي. روح أنت وتبني هنا عش العيل وأنا أيامهم. ما ينفعش. الحفلة دي بالذات مش ممكن أروح لوحدي. كل واحد جايب مراته معاه. يلا. يا سيدي أنا ما بتجيبش يا أخويا في الحفلات اللي زي دي. ما بحبهاش. هو اللي بتحب إيه؟ طويل البتنجان؟ ريحتك عليا؟ سماعه وسط رجاله متنشريه وشوش مدهونه وستات منفوخه. لا يا فوزيه ده المجتمع الجديد بتاعي لازم تتعودي عليه وتنسي نهائي شخصيه مراد سعيد الموظف الغلبان بتاع زمان. يلا يلا افتح نفسك شويه كرونيا كده عشان تحت الكون والبيت الفستان اللي انا جايبهم لكم ما تتعملوش. خلي بالك يا شاكر ده باليه رقصه الطرح. أول مرة يحصل في مصر مزج بين البالي والموسيقى الشرقية. الربابة والمزمار والسلمية. غريبة المزج ده نيفر نيفر عمره ما يحصل في المجتمع الحشري. كل فصيلة من الحشرات لها مميزاتها الخاصة. بس دي حاجة أوريجينال خالص مش كده؟ أوريجينال على بساطة أحمدي. البرنامج لسه مليان مفاجآت. بعد كده هيقدموا بالي مستوحى من الحكاية الشعبية أيوب. شاكر 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 بتفتحنيش.
المدام. اهلا وسهلا. الششتاوي بيه. تشرفنا يا فندم. استغفر الله العظيم يا رب. ليه يا اخويا بتعمل كده؟ اصل المدام عندها عوده قديمه من المساله دي، من ايام جدها الباشا الله يرحمه. السكرتير وطى على ايده وبصها ضربه بالكرباج وقال له لقد مضى عهد الاستعباد. اصله كان اقطاعي ثوري. حلوه دي يا سعيد. عن اذنكم اتفضل. حاول يعرف رصيد. قلت له ما تحاولش، لان حجم الثروه ده سر الاسرار وقدس الاقداس في حياه المليونير. الكلام ده حصل الشتاء اللي فات لما تقابلنا في جنيف. الشتاء اللي قبله يا اختي ما ده ابني خد دور برد، قلب بنزله شعبيه، وكل ده من قله البطاطين. ياي ما كانش عندكم بطاطين؟ هي بطانيه واحده اللي كنا بنتغطى بيها كلنا. ايه رايك يا مدام في مواهب فوزيه في التعليم؟ هايله قويه مش كده؟ ارجوناي خالص اب تو ديت. انا بحب موت الحكايات الشعبيه دي. قولي قولي يا مدام كملي. بعدين 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 عن اذنكم. الله يخرب بيتك. عايزاك كمل. فانتستيك خالص. كان نفسي موت ابقى فقيره واحكي للناس حكايات زي دي. ايه رايك تسلم نفسك للمدعي الاشتراكي يحطك تحت الحراسه والحكومه تاخد فلوسك ونبدا من جديد؟ هو ده شعار رجل الاعمال الناجح دايما. لو القيامة قامت وفي ايدك صفقة لازم تكملها. وكله بنسيبه للاولاد. مساكين اولادنا، مكناش نأمن لهم مستقبلهم يضيعوا في الزمن ده. انا اشتريت لحماد عمرو شقتين في لندن وباريس، ومع ذلك يا سيدي مش عاجبهم. عايزين واحدة في روما والتانية في ايطاليا. لغاية سنتين فاتوا بس يا اختي كنا محشورين في اوضتين وصالة بس، زي علبة السردين في القولة دي. وكلفوك كام الشقتين دول يا سعيد بيه؟ حوالي $1,000,000 وكسور. وبعد عنك يا اختي وعن السامعين، يوم ما المجاري طافحت كنا بنعدي يا اختي على قوالب طوب عشان نوصل الشارع العمومي. مرة اتزحلقت رجلي انكسرت. كان يوم اسود يا اختي ما طلعتلوش الشمس. عن اذنك. مش بقول لكم موهبه جامده في التاليف. دايما تتقمص الشخصيات اللي بتالفها. خدني سعيد على القصر العين، ما لقيناش يا اختي سراي الفاضيه، غمزنا التمرجم باريزه. يا سلام يا سلام على الخيال. جامده قويه. بنكمل القصه دي بعدين. عن اذنكم عن اذنكم. يلا خلينا قاعدين كده زي خيبتها. المعرض قرب يخلص، ما بعناش ولا لوحه، ما جبناش حتى تمن الورد اللي عمال اجيبه كل يوم. بس الدور فعلا النقاد كانت عظيمه. نقاد؟ هم فين النقاد دول يا فنانه؟ كانوا بيجوا وانت مش موجود. انا مش موجود. بس وقفي وقفي، في زبون جاي. اسمه زبون هو داخل يحقق. بس خلصيني خلصيني. اهلا 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 وسهلا. اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم. مساء الخير. مساء النور يا فندم. اتفضل 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 يا فندم. اتفضل. عانيت كتير قوي في ابداع اللوحه دي. ايه الالوان التاثير؟ الحقيقه هي عانت كتير جدا، ولا معاناه الست الحامل، اقصد معاناه الام الوضع في الحمل، انما هي تعبت قوي يعني. دي لوحه الجراد الاسود يقتل البراءه. لاحظ ان الدائره البيضاء بتوضع مساحه سوداء. شوف حضرتك، طبعا هنا طبعا مش هتلاقي جراد، الجراد مش باين لان الدنيا كانت ليل، الدنيا كانت ضلمه، انما جميله ومش غاليه، مش غاليه ابدا. دي انا سميتها الرحيل، قطار يولول وينتحب.
الحقيقة أنا قلت لها سميها ومضى قطار العمر، اسم تجاري حلو ويشد، إنما هي رفض ما رضيتش. إنما مش مهم الاسم، إنما لعلمك عظيمة وبألف جنيه بس. طبعا أنت ليك ديسكاونت خاص، بس أنت قول. واضح تماما إنك متأثرة في اللوحة دي بالفنان العالمي باول كلي. ها؟ أنا ما بتأثرش بحد، أنا ليا أسلوبي واتجاهي المميز. أنا شفت له اللوحة أفتكر اسمها زمن اللهو والبكاء. تماما تشبه اللوحة دي. يعني إيه يا أستاذ يا مثقف تكوينها مشابه؟ ده توارد خواطر، ده شيء مشروع في الفن. ولما كنت توارد الخواطر مع فنان عالمي زي مستر بول باول أيوة، ده يبقى أدعى لغلو ثمن اللوحة. هو ما يقصدش توارد خواطر، مش كده؟ فعلا دي صورة طبق الأصل، نفس الخطوط والألوان. يعني إيه؟ أنا سرقها منه؟ للأسف أيوة. اخرس يا فاسد الذوق. أنا فاسد الذوق؟ يا فنان تصادوا على إبداع الآخر. أنت متفرج ساب الوعي للأدب. وكمان للأدب، أنت بقى فنانة نص الأم. يا جماعة مش كده عليا. بقولك إيه؟ مش كده عليا. الجاهل المدعي ده. احنا فين يا ليلى؟ انا مش شايف حاجه. اميه المتعلمين بقت متفشيه في البلد اكتر من اميه الجهله. وديني المستشفى الله يخليك. مش قبل ما اكتب تقرير فوق النقابه تشوف لها حل مع المتفرجين الاغبياء دول. كده يا شاكر، كده فتح الدنيا قدام الناس. ده انت شخيرك يا اخي غطى على العرض. ايه يا نانا، انا تعبان بقالي يومين ما نمتش. الله، اعمل ايه؟ الله، ما انت عارفه الصبح محاضرات، بالليل مراجعه ابحاث وماجستيرات ودكتوراهات، انا تعبان. ومع ذلك قلت لك يو انسيستد، انت اصريتي ان اجي معاكي. انت عارفه ان انا تعبان، اعمل ايه بس؟ مش ممكن، انت اكيد اتجننتي، بتتامري عليا، عايزه تضيعيني، عايزه تهدي كل اللي انا بنيته. انا ما عملتش حاجه غلط، انا قلت الحقيقه. انت يا اخويا اللي فتحت حنفيه الكذب. ما كنتش اعرف اني متجوزه بلامعه. ده اسمه كذب ابيض داخل في طبيعه شغلنا، من غيره ما نسواش ولا مليم. فاهمه؟ لا مش فاهمه بقى، مفيش حاجه اسمها كذب ابيض وكذب برتقاني. اوف، انا بص على ابداع الاخرين. المتخلف المدعي ده، الحمد لله انك عصرت بنفسك معاناتي في اللوحه دي. بص على ابداع الاخرين. انت ما خلقتيش عشان تبقي مرات راجل اعمال، كانوا المفروض جوزوك عربي. امال انا جوزت يا اخويا ليه؟ ما تتمسى بقى وتلم لسانك. انا لم لساني؟ تخلفيني مسخه قدام الناس، اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ ابني يا اخويا نام، انا تعبانه ولا مصحى بدري. نمت عليك حيره. انت ايه؟ في بني ادم في الدنيا ما بيحسش بالفن والجمال؟ ده حتى بيقولوا ان الحشرات بتستجيب للموسيقى، وانت ما انتش عايز تستجيب لحاجه ابدا. ده اكلينيكي مش مؤكد، وبعدين ما تفتيش اللي ما تجيش فيه. حاضر، مش هفتي، انا هنام. تعيش تاثر العمر، ده انت هتجيب لي الضغط. لا لا، والعشاء؟ مفيش. مفيش عشاء؟ ميرسي قوي يا حبيبي على السهره الجميله دي. سعيده يا دودو؟ لا لا، ليه؟ اصل السعاده كلمه اقل بكتير قوي من اللي انا حاساه دلوقتي. تصبع على حب. لا يا حبيبي، خلينا صاحيين شويه، اصلي خايفه. خايفه من ايه؟ خايفه انام تفوتني لمحه منك. خايفه ما اكونش قد حبك الكبير ده يا حياتي، اكون مش قد عطائك اللي ملوش حدود، اكون مش قد النهر الفياض من عواطفك البياض، اكون اضقل من لمسه حنان منك فيها كل ذبذبات كهربا الحب اللي في الكون. ايه اللي انا مقصره فيه علشان اعتذر لك عنه؟ ارجوك ريح قلبي، جاوب على دقاتي اللي بتسال. عن اذنك يا حبيبي هقوم اشوف مين على الباب وارجع لك على طول. ثانيه، مش اكتر من ثانيه. ازيك يا حبيبتي؟ اهلا يا ست فوزيه، اتفضلي.
والنبي يا اختي لو فيها بواخه تسلميلي المحفظه بتاعتك. لا تحت امرك اتفضلي. يديك فضلك يا اختي. ايوه يا حبيبي. لا دي مدافع وزي عايزه المنفضه. معلش هسيبك شويه. نتكلم مع بعض كل يوم ساعتين بالطريقه دي. وانتوا في بيت واحد؟ ليه؟ اصل التليفون فيه رومانسيه جامده قوي. وبيحرك الخيال. وبيجدد الاشواق. وبيقتل الملل. وبينمي الحب. يا سلام. وايه كمان؟ تقولي لي برضه التركيز اكتر لو اخذنا مثلا الطلبه دول عينه في بحث وتقولي لي هل الثقافه في تطور ولا لا؟ هو احيانا كل اجهزه الاعلام وكل منابع الثقافه بالاضافه طبعا للاسره والتعليم اللي هو قبل الجامعه، يعني ما اقدرش اقول ان الجامعه هي المسؤوله عن اكبر المستوى الثقافي في الشباب، لانه الطالب بيوصل لنا. شاكر؟ ايوه نانا. بتعمل ايه؟ اما سؤال غريب قوي، ايه اللي بعمل ايه؟ بصنع حنفيات. خبر ايه؟ بكتب مقدمه للكتاب الجديد عن الصفات الوراثيه لبعض الحشرات. برامج التلفزيون ممله قوي. خلاص يا نانا بقى، شوفي فيديو. ما عندناش افلام جديد. يا ساتر، شوفي شوفي بريه نهر البجع اللي بتقول عليه ده. اسمه بحيره البجع. ولسه شايفاه لحد دلوقتي 3 مرات. خد يا نانا الفيلم ده. ايه ده؟ ده فيلم تسجيلي عن تطور حياة الذبابة من أول ما. أنا عندي اقتراح أحسن. ايه هو؟ ايه رأيك لو نتكلم في التليفون؟ نتكلم مين؟ أنا وأنت نكلم بعض. وات؟ أيوه، محسن وداليا جيراننا بيعملوا كده. فوزية قالت لي إنهم بيقعدوا بالساعات يكلموا بعض في البيت. هو ماسك السماعة في أوضة وهي في الهول. طب ليه؟ ما يكلموا بعض وجه لوجه، فيس تو فيس، لايك سام انيمالز. التليفون فيه رومانسية. عارف محسن قال لها إيه وهو بيكلمها من أوضة المكتب؟ قال لها يا حبيبتي لما بتسيبي الأوضة وتروحي الهول بحس بغربة، تصور؟ اسمع أنا هروح الهول وأنت تكلمني من هنا، ها؟ امسك امسك بس. إيه شي والمدن ميه كريزي. أفندم كلمني، قول لي حاجة. أقول لك إيه؟ اللي كنت بتقوله لي زمان. وكنت بقول لك إيه زمان؟ ما أنت عارفة إن ذاكرتي ضعيفة. كنت بتقول كلام حلو قوي أيام الخطوبة في التليفون، نسيت. لكن أنا بحبك في كل وقت يا نانا، مش في التليفون بس. هايل، تجنن، كلامك حلو ورقيق قوي يا شوشو. حرمني منه ليه من زمان؟ استمر استمر يا حبيبي استمر. الو شوشو، سكت ليه؟ اتكلم. ما تعرفش اللي بيحب لما يمسك سماعة التليفون يقول ايه؟ بيقول الو يا نانا، واذا كان ايطالي يقول برونتو.
يبقى انت مش عايز تكلمني، مش عارف تكلمني، انت مفيش فايده فيك. مستحيل يا شاكر، مستحيل. الله، في ايه يا لالا؟ ولا كأنك عملت حاجه. في بني ادم بالشكل ده؟ انا عملت ايه بس يا نانا؟ خلاص مشاعري ما عادش ليها اي قيمه عندك. سلامت مشاعرك يا ست، انا مش فاضي لك يا نانا. في ايه؟ ولا عمرك هتفهم ولا تحس. انت كان لازم تتجوز واحده بتاعت حشرات زيك. خليك متحرك في كتبك ولا تحاسب. انا سايبه لك البيت وماشيه. حشرات؟ بتتكلم عن حشرات؟ اه لو تعرف ايه هي الحشرات. She's very crazy. تعملها وتمشي. عقلي يا نانا، عقلي بس ورجعي هدوم الدولاب، اعملي معروف. إذا كان العقل إن أنا أعيش معاك يبقى أهلا بالجنون. الله، إيه بس؟ عشان إيه ده كله بس؟ أفهم عشان إيه ده كله؟ إيه اللي حصل؟ المصيبة إنك مش فاهم، الكارثة إنك مش عارف، مفيش أمل، مفيش أمل. أمل في إيه بس؟ أنا عايز أعرف بس، تعالي اعملي معروف، بلاش المناحة دي وهدي وفهميني. فهمك إيه بس؟ الله يسامحهم بقى، الله يسامحهم. استني بس يا نانا، هما مين يسامحهم؟ بابا ماما اللي جوزينه ليك، أوعى مش عايز أعيش معاك، مش عايز أعيش معاك أوعى. كريزي. صور نفس المدير العام اموت على نفسي من الضحك. امال انت مين؟ جري يا دكتور، انت فاكرني لسه عيان ولا ايه؟ انا زكي عبد الموجود، الموظف بارشيف مصلحه الصرف الصحي من البر. الحمد لله كنا فين؟ تعبتك معايا قوي يا دكتور. امرني، ساعتك عاوز كام؟ كام يا راجل، انت مش دفعت الكشف؟ ايوه بس الحق حق، انا جيت لك تعالجني من مرض واحد طلعوا خمسه. انا لو اعرف من الاول كنت قولتك. قولتني؟ لا معلش، خليها عليا المره دي. خليها عليك يعني ايه؟ هتبقشش عليا ولا خايف لا اشتكيك لنقابه الاطباء؟ تشتكيني ليه؟ وانت السبب هتنكر؟ سبب فيا يا زكي؟ انت السبب في كل اللي جرالي. ايه اللي جرالك يا زكي؟ جيت لك بمرض واحد طلعت بخمسه، كنت عايز تقضي عليا عشان عايز تدخلني السرايا الصفراء. عملت مؤامره انت ومراتي عشان تخلصوا مني، مظبوط؟ ناقص يا زكي، يجي لك وسواس قهري يا زكي. هتجنني يا زكي، كان يوم اسود يوم ما شفتك يا زكي. يا ريت ما دخلت كليه الطب بسببك يا زكي. اخ يا زكي، اخ يا زكي، مالك يا دكتور؟ اخ يا زكي، بقوا ستة يا زكي، الست عمران يا زكي، نفسينك يا زكي. انت اول مرة حسيت انك نفسك تدمر العالم. اتكلم يا زكي،
زكي دلوقتي عشان خاطرك يا زكي والله. خليك معايا، اتفطنت وانت عندك كام سنة؟ أهلا وسهلا. الدكتور موجود؟ أيوه. عادي ولا تستعجل؟ استشارة. الروشتة مع حضرتك؟ لا أقول له بس شاكر عبد الحميد جاره. طب اتفضل استاذ. اتفضل دكتور جاهز. أوكي. مش ممكن. ده تدهور خالص. ده محتاج جلسة كهرباء. اهلا استاذ شاكر. اهلا. خير؟ انا تعبان يا دكتور. اتفضل اتفضل، مدد على الشيزلونج. لا لا شيزلونج يعني. خير؟ انا اعصابي تعبان خالص، انا مش عارف اتفاهم مع مراتي، قلت اجي استشيرك. ما تتفهمش، التفاهم مع الزوجة بالظبط زي رايه الجرنان في الشارع في يوم عاصف. تصور يا دكتور، بعد 10 سنين جواز عاوزاني اغازلها في التليفون، انا من سماع التليفون في اوضه وهي من سماعه في اوضه تانيه، ولما رفضت سابت البيت وغضبت عند امها. يا دكتور انا راجل علمي واستاذ محترم في الجامعه، لي ابحاثي ودراساتي، معقول اتصرف تصرفات المراهقين دي عشان ارضي الست الهانم؟ احمد ربنا يا دكتور، اللي يشوف بلوه غيره تهون عليه بلوته، كلنا في الهوا سوا. وات؟ انت كمان يا دكتور؟ انا تعبان، انا تعبان اكتر منك. تصور يا شاكر يا اخويا، مراتي بتدفع لي 5000 جنيه كل كام شهر عشان تعمل معارض فاشله، ولو رفضت تهدد بالانتحار. بطل ادفع، لا تنتحر وتجيب لي مصيبه، وانا مش مليونير. راضي من العيادة والمستشفى ما يكفيش طلباتها السخيه الغير معقولة، وعمرها ما باعت ولا لوحة. يا شاكر يا أخويا قول لي يا شاكر يا أخويا أعمل إيه؟ أعمل إيه يا شاكر؟ أعمل إيه؟ الله 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 الله، لا حول الله يا رب. إيه ده دكتور؟ ما تعملش في نفسك كده. الله 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 الله، أنا جاي لك تهديني بصفتك طبيب أمراض نفسية ولا؟ والله طبيب الأمراض النفسية ده مش بني آدم من دم ولحم وأعصاب ومشاعر وانفعالات، ولا هو مجرد كمبيوتر مظبوط على مشاكل الناس. أنا في مأساة يا شاكر، والكارثة الكبرى إن هي فاهمة إن أنا اللي مريض ومعقد. والحل يا دكتور؟ حل إيه يا شاكر؟ حل إيه؟ للأسف الراجل لما بيقرر انه يتجوز بيبقى ده اخر قرار بياخده في حياته. ايوه بس في ازواج سعداء. زي مين؟ اذا كان كل المرضى اللي انا بعالجهم متجوزين. زي جارنا ده اللي اسمه محسن. محسن ده انسان مش طبيعي، ومراته كمان مش طبيعيه. ايوه بس ده وجوده هنا في العماره فيري دينجرس، خطر علينا كلنا. ده هو اللي ابتدى حكايه التليفونات دي، وعمل لي اكتر من مشكله مع مراتي، اتخانقنا مع بعض كتير بسببه. بس ما تقلقش، هيروح مني فين؟ قريب قوي هتلاقيه هنا ممدد عشيش لونج ده. يو ده لازم الاستاذ محسن، اما هو هيريح. لا 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 خليكي، ده مش جرس محسن. استاذ محسن بعيد لك ده. وده جواب الاستاذ. لا ميرسي قوي، مع السلامه. ميرسي، بقى سلمني عليه. الله، هو الاستاذ محسن مسافر يا اختي ولا ايه؟ هو لازم يبقى مسافر عشان يبعت لي ورد. عادي عادي، دي حاجات بتحصل بينا عادي يعني، مفيش حاجه. جواب منية القلب دودون، نبض روحي وسر وجودي، حبيبتي داليا، استبد بي الشوق إليك وعصف بي الحنين الجارف إلى رؤياك، ولكن اضطرتني ظروف العمل إلى الذهاب مع السيد المدير إلى البنك. بالغ أسف يا روحي لاضطراري إلى التأخر عليك ساعة واحدة فقط عن موعد اليوم المعتاد. أرجو قبول اعتذاري، ودمت لي إلى الأبد حبيبك محسن. يا حبيبي يا محسن، كاتب لي انه هيتاخر شويه في الشغل. شويه؟ حق يا اختي اللي يعيش يا ما يشوف. والورد ده ليه؟ تفلى الشر.
انتوا ناويين يا اختي تطلعوا على حد القرافه؟ ده محسن، اكيد محسن. امسك امسك. الو، هاي حبيبي، ازيك؟ انت اكيد بتتكلم من الشارع من قدام البنك، صح؟ وصلنا. يا حبيبي، ميرسي قوي يا حبيبي، ميرسي قوي 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 يا حبيبي. على فكرة يا محسن، ده مش صوتي، ده صوت الورد. أنا اتصلت بيك وتعمدت إنك تيجي دلوقتي، وقلت هي فرصة ندردش مع بعضنا شوية وإن أنا مش موجودة، واتفقت مع ماما تسيبنا لوحدنا. بس أنا يا عمي اسمح لي بقى قبل ما أسمعك، أنت غلطان، مش عايز كلام. قول لي ليه؟ ليه؟ فيها ايه يعني لما تضحك عليها بكلمتين بكش بتوع السينما والتلفزيون؟ مش عارف. اشتري يا اخي كتاب دليل المشتاق في غزا العشاق وقرا لها منه. لا 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 لا، انت غلطان، مش عايزه كلام. يا عمي القضيه مش في كلام التليفون، المساله ان عارف هتقول ايه؟ دي انا دي ومخها صغير ونكديه ومتدلعه، كل دي حاجات تافهه وبسيطه. بسيطه وتافهه؟ طبعا الستات هما كده. ده الشيطان مره بلع واحده ست ما قدرش يهضمها. حد قالك اتجوز؟ ما دام اتجوزت لازم تستحمل. دول حتى بيقولوا اذا كنت عايز ملح روح البحر، عايز دموع روح للستات، كارثه روح للمأذون. عمرك شفت راجل مرتاح في جوازته؟ ده انت مشكلتك هينة. انا بس اللي مش عايز احكي لك. تحكي لي عن ايه يا عمي؟ قول قول سرك في بير. 40 سنة متجوز حماتك، بغسل صحون وبطبخ وبكنس وباكو هدوم، عمرها جت في مرة وقالت لي اساعدك؟ ابدا. بس الشطارة بقى في الاخر، الكلمة كلمتي. واضح يا عمي واضح، بس انا مشكلتي مع نانا. عارف امها دلعتها. معلش تعالى على نفسك شويه يا اخويا ودلع حزك كل الرجاله بتاعتك. يا ابني احنا عايشين في دنيا الستات، الطفل اول ما بيتولد الناس بتسال عن مين؟ عن صحه امه. برافو عليك. الله، طب ما انت ليا اهو يا اخي، امال بيقولوا عليك بتاع حشرات ليه؟ الراجل مننا لما بيتجوز بيسألوا عن جمال العروسة، ولما بيموت بيسألوا ساب لأرملته كام. وفي ستات ما بيستنوش لما يبقوا أرامل بقضاء الله. أنت مش بتسمع عن أكياس البلاستيك، ولا أنت ما بتقراش جرايد؟ نصيحتي يا ابني اقصر الشر واستناها لما ترجع وصلاحها بكلمتين حلوين كده، وهتلاقي هدية بسيطة يا أخي، حتة خاتم سوليتير كده ولا حاجة، وخدوا بعض وروحوا على بيتكم. ايوه يا حياتي، انا تحت امرك. لا 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 لا، انا فهمت كل اللي انت امرت بيه. لا ده شاكر، ده راجل طيب وابن حلال، ده بيسلم عليكي وبيبوس ايديكي وبيقدم اعتذاراته. وحشتيني وحشتيني موت. دي حماتك، بنكلم بعض في التليفون، هي في اوضه النوم وانا هنا. فكره ظريفه قوي حكايه التليفونات دي. ها ايوه روحي. We'll be right back.
السلالم. سلالم ايه؟ والاسانسير عطلان؟ السلالم فيها رومانسيه. لا تعالى بس هفهمك. تعالى الاسانسير. لا حاطه كل ده. فاضل 72 سلمة يا حبيبي. كل سلمة بطلعها قلبي بيدق دقة. أنا قلبي بيدق 100 دقة. يا حبيبي يا شاكر، كنت مخبي الكلام الحلو ده كله فين؟ استمر يا حبيبي استمر. أنا قلبي حيرق من السعادة يا حبيبي. شفت بقى، لو كنا طلعنا في الأسانسير كنا اتحرمنا من اللحظات الحلوة دي كلها. أنا حاسة إن حبنا للولد انا عندي الشريان العشق. معلش يا حبيبي، فاضل 52 سلمة بس. عيد الحب، عيدنا، هتتمنى ايه؟ اتمنى قلبك يفضل جنب قلبي، لا الموج يفصلنا ولا البحر يخوفنا ولا الزمن يغيرنا. وانتي؟ اتمنى ابقى نجمه تنور حياه حبيبي بالحب، تفضل سهرانه طول العمر تحرسه وتصونه جوه عينيها. انت اكبر من النجمه يا حياتي، انت شمسي ونعيمي كله. محسن هقترح عليك اقتراح، ممكن؟ اقترح يا حبيبتي، أؤمري. احنا كل سنة بنحتفل بعيد الحب لوحدنا، ايه رأيك السنة دي نحتفل بيه مع الناس؟ وحتى واحنا مع الناس مش هشوف غيرك يا حياتي. ولا انا يا حبيبي، بس اكيد هنبقى اسعد لو قدرنا ننشر دعوة الحب ونخليها تشمل كل الناس. ده حلم يا محسن. وحلم الحب نفسه. لكن مين الناس دول؟ جيراننا. انا عرفت ان في خلافات زوجية كتيرة قوي بينهم. يا ساتر، وعرفت ازاي؟ فوزية جارتنا قالتلي الظاهر ان هي رويتر العمارة، لدرجة ان هم معتبريننا حالة شاذة. تصور، انا فكرت اننا نعزمهم بكرة، يمكن مناسبة عيد الحب دي تجمع بين قلوبهم، ايه رأيك؟ طبعا ده واجبنا يا حياتي. انت بتحبي الغنى؟ اموت فيه يا حبيبتي. يا حبيبي، يا سلام على حبي وحبك. وعده مكتوب لي احبك ولا نمشي الليل يا رخمة يا اختي، في نور القطة. لا يا مدام فوزية، ده انا اللي طفيته عشان كده احسن متهيألي. اتفضلوا يا جماعة اتكلم على حبي وحبك لما كان على بالي احبك، يا سلام على حبي وحبك لما كان على بالي احبك، ولا نمشي الليل من حبك، يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي.
الرحمن الرحيم. الشوكه والسكينه بلاش فضايح. مش دعوه يا اخوي، سيبنا كل براحتي. ازاي يا حبيبتي؟ مين ليكي؟ لا عشان خاطري. احلى حته لحمه في اجمل بقى. بس انا عاملاها بطريقه خاصه. المهم الفصيله ايه؟ فصيله ايه؟ قصدي نوعه يعني. ده سمك صغار انثى الباراكودا، عاملاه ترانشات. اوه فيري نايس، عظيم، اكستريملي نايس. ده بقى بيتغذى على الاعشاب والفطريات والحشرات. حشرات ايه؟ وده وقته احنا على الاكل. وحياة السنونو. سنونو؟ السنونو ده طائر جميل ورقيق، وقعنا في حبه انا وميح. الطائر ده بيسعد هو ومراته اول ما يجي الربيع عشان يبتدوا يبنوا الشوم. بيقولك السنونو والسنونوة عنده سكيزوفرينيا. بلسه بساطة. ذكر السنونو بيهبط على ضفة النهر ويلقط بمنقاره العشب عشان يقدمه للأنثى بتاعته. لا 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 لا، مش عشب بس، ده الشور طين كمان. ايه ده؟ مش معقول مصر تبوظ أي صورة شعرية جميلة؟ وبعدين يا أستاذ محسن، الأنثى بتعمل من العشب ده أقراص تبني بيه عشها، وبعدين بتبطنه بالريش اللي وقع منها أو من طيور تانية غيرها. وبيقوم السنونو برحلتين كل سنة، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، لكن أول ما يحس بنسمات الربيع بيرجع بيته تاني. ولا ليكي دعوة أنت، مركزة في الأكل. لغي زي ما كوني جايه من مجاعه، اعوذ بالله. معك شويه مزيكا هاديه. ميرسي. الدكتور نور والمدام يتفضلوا يفتتحوا الرقص. ليه؟ الرقص يا فندم. ها؟ اتفضل. استاذ شاكر الرقص اتفضل. ارقص؟ حاضر. لا المدام. نانا. لحظه يا فندم. اقعدي 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 يا حفيه، انت بتعرفي ترقصي؟ انت حد عاوز زعلان؟ قوم قوم. ايه مالك؟ ايه يا اخي ده؟ هو الرقص بالشكل ده المفروض تبقى يا دوب رجليك تلمس الارض، يا دوب لمس بس. الشايف محسن؟ الله، طب ما تقولي كده من الصبح يا نانا. الله، خطوات الناموسة معروفة. تعالي تعالي يا ناموسة.
مناخيره وشحمه ودني وفكه وتخاني، كل دي علامات بتؤكد انه شخصيه سيئه بديه. انا مش شايفه غير انه جنتلمان ورقيق وبنوته ده اللي يموت. الحب الناري ده نفسه حالة سايكوباتية. مالك؟ تخش بقى كده ليه؟ تتمسك يا دوب بسكليتة؟ بحبك. أنت الحب كله. بتقول حاجة. المصان شور هينفجر. بينا حتى الواو، خليها قيس داليا، انا انت انت انا. لا الواو ولا حتى حروف العطف كلها يا حبيبتي، حتى لو اضطرينا نغير اللغه خالص. تيجي نالف لغه خاصه بينا احنا الاثنين؟ يلا. وتسقى بيسوغه لي ما سدش حاجه. قوي بالشكل ده؟ ازاي يا دكتور؟ تصرفات محسن مع مراته واخرجتنا وعمقت الخلافات بيننا وبين اور وايفز زوجتنا. محسن ده مريض نفسي. سلوكه وتصرفاته بتاكد كده. أنا من أول يوم شفت فيه تأكدت من مرضه، مسألة مش محتاجة حتى طبيب نفسي عشان يكتشف ده. أيوه يا دكتور، بس ده لا بيهلوس ولا بيخرف ولا ماشي في الشارع نك الشعر وبيدور الضرب في الناس. كل العيب اللي فيه إنه ماسك وردة في إيده. معلش يا أستاذ سعيد، أنت معلوماتك محدودة. في مليون مرض عقلي ونفسي مش بالضرورة تكون أعراضهم الهلوسة أو العدوانية. ومحسن ده يا دكتور اكزاكتلي يعني بالظبط عنده ايه؟ ولا يا دكتور، انا تشخيصي المبدئي جايز عنده نوع مخفف من العته الهستيري. ثانيه واحده يا دكتور، يعني ايه العته الهستيري ده؟ العته الهستيري يا استاذ سعيد ان المريض بيهرب لمرحله اصغر من العمر ويتصرف تصرفات الناس اللي في السن ده، يعني مثلا يحب زي المراهقين ويتصرف زيهم، واذا ما تعالجش بسرعه ممكن يرتد لمرحله الطفوله. نكوس ريتارد دو تشايلد هود. يس يس يس. ومن الممكن ان يصاب بهوس عالي. المريض في الحاله دي يبقى حاسس بسعاده غامره جدا، يبقى مرح منشرح متفائل، عنده ثقه زائده وابتهاج. ابتهاج؟ وده يبقى مرض يا دكتور؟ طبعا، لانه بالتدريج بيتعدى الحدود اللائقه او المتفق عليها، بيكسر كل عرف او تقليد في تعامله مع الناس. يا جماعه، محسن ده لازم يجي لي هنا علشان يتعالج. ايوه بس يا دوك، احنا هنستفيد ايه لما يتعالج؟ ازاي بقى؟ لما هيتعالج هيتوازن نفسيا ومش هيحب مراته، وبكده تبقى اتحلت مشاكلنا. أقصد مشاكلكم.
ايوه بس مين اللي يقنعه ان هو مريض ومحتاج لعلاج؟ فيه سطحيه خالص. انا قادر اقنعه. انا لو قعدت معاه مره واحده هيقتنع انه مريض، هيجي بنفسه العياده علشان يتعالج. بس انتوا بقى رتبوا لي معاه لقاء في اي مكان او اي زمان، وانا هكشف مرضه قدامكم. صدقوني يا جماعه، المساله ما فيهاش سر ولا حاجه. الحكايه ببساطه ان انا عرفت طريق السعاده الزوجيه من صغري في بيت خالي ايام ما كنت طالب في الجامعه. كنت وحيد من غير اب وام؟ لا، كنت عايش مع والدي ووالدتي في البلد. ولما خدت الثانويه العامه جيت القاهره عشان ادخل الجامعه. وعرفت طريق السعاده الزوجيه في بيت خالك ازاي؟ شفت جمال الحب وروعته وهو بيبدا همس بين خالي ومراته. بالهمس بيتفاهم المحبين، لكن في الصراخ والصوت العالي محدش بيسمع التاني، الجيران بس هما اللي بيسمعوا. مظبوط يا دكتور؟ مظبوط، استمر كمل. بسبب غيرة مرات خالي عليه بقت عصبية قوي ومتسلطة، وابتدت الخلافات بينهم، وكبرت بالعند وإصرار كل طرف فيهم إنه ما يتفاهمش بهدوء مع الطرف التاني، لغاية ما وصلت الخلافات لقاضي الأحوال الشخصية. طلعوا؟ أيوه. وعاش خالي حزين بعد رحيل الحب، وعاشت مرات خالي مشردة حزينة ندمانة. وبعد سنة خالي جات له ذبحة، وهو بيموت قال لي نصيحة نفذتها بمنتهى الدقة في حياتي بعد كده. قال لك ايه؟ قال لي يا محسن اوعى تصدق ان الحب بيسعى للخلاص من نفسه، الحب عمره ما ينتحر، احنا اللي بنقتله. عشان كده اتعلمت احمي حب من نفسي. الحب جميل، لكن المحبين هم اللي بيشوهوه. بيشوهوه ازاي؟ بخلافاتهم الصغيرة اللي بيسيبوها تكبر مع الايام، بانانيتهم، برفضهم تقديم تنازلات بسيطة. صدقوني يا جماعة انا ما بعملش معجزة ولا حاجة زي ما انتم متصورين. اي زوجة في الدنيا مش عاوزة اكتر من الاهتمام والحماية والحنان ولمسة الايد عشان تغرق جوزها بالحب. جربوا، مش هتخسروا حاجة، بالعكس هتكسبوا كل حاجة. ياه ده انا اتاخرت على داليا، عن اذنكم. فرصة سعيدة قوي. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. ايه يا دكتور؟ يعني انت قعدت ساكت خالص ما اتكلمتش طول القعده. كان لازم اسيبه يتكلم، امال احلله ازاي؟ تحلله ايه يا دكتور؟ ده راجل اتكلم بمنتهى الاتزان والعقل، فيري لوجيكال، صدقني مش معقول يكون مختل. ده مختل خلل بالغ، وقريب قوي هثبت لكم الكلام ده. صدقوني يا جماعه الحكايه ما فيهاش سر ولا حاجه، كل الموضوع ان انا ومحسن اتعهدنا من اول يوم في جوازنا على السعاده الزوجيه، فهمنا معناها الحقيقي وطبقناه. وايه هو المعنى الحقيقي للسعاده الزوجيه؟ قال حبني وخد لك زعبوط، قال هي المحبه بالنبوت. طب واحده زي يا اختي تعمل ايه اذا كان من اصل جوزها حتى مش طايقها؟ مش ممكن يكون مش طايقك، والا ما كانش استمر معاكي. كل الحكايه انك ما بتساعديهوش على انه يظهر حبه ليكي. فين دورك انت؟ اساعده ازاي؟ هو انا بشوف غير ساعتين بالعافيه كل يوم وبنتخانق فيهم 100 خناقه. الساعتين دول ممكن يكونوا اجمل ساعتين في اليوم، وبالتدريج بعد كده هيبقوا 4 و5 و6 ساعات لو عرفتي ازاي تشديه ليكي بكلمه حلوه. بكلمه حلوه؟ ده انا غلبت في شاكر، رايه ان الكلام الجميل العاطفي ميور وعدم اتزان. مور بقى بيحصل له حاجه تانيه خالص لما بيسمع كلمه حلوه، بيصاب بحاله بيسميها الدكاتره النفسانيين زمايله الخرس المنزلي. على العموم مش لازم كلمه حب مباشر، في طرق تانيه بتنعي الشباب الحب وتجدده. استدعاء الذكريات اللطيفه المشتركه، يعني مثلا انا اقترحت على محسن اننا نحتفل كل سنه بذكرى اول لقاء لينا. يا كانت النتيجه رائعه، هحكي لكم بالتفصيل. شاكر شاكر
استاذ شاكر انت في البيت؟ ايه جايه ليه وعارفه ايه؟ شاكر كنت عايزاك في موضوع مهم قوي. ايه الموضوع المهم ده؟ تعالى نقعد في حته هاديه وانا اقول لك. ايه حته هاديه؟ انا فضيلك، انا عندي محاضرات. في ايه اتكلمي؟ بس عليك يا شاكر عشان خاطر وحياتي وحياتي. اتفضلي. طب يلا بقى. ممكن طبعا. يلا. فندم. فاكر يا شاكر اول مره عرفنا بيها بعض ازاي؟ ما شاء الله جايبيني لغايه هنا معطلاني على محاضراتي عشان تقولي فاكر يا شاكر اول مره عرفنا بعض ازاي؟ طول بالك بس اقعد. ها؟ اقعد بس. كنت عايشه في ازمه رهيبه، ازمه اعتزال الباليه وبعدي عن الاضواء، وفي يوم وانا سايقه عربيتي وماشيه في الشارع شارده ودموعي مغرقه وشي صدمتك بالعربية وانت بتعدي الشارع. انت عايزة ايه بالظبط؟ ايه ايه؟ انا مش فاضي، ايام بيزي يا نانا. كسرت لك ايدك ورجلك وسببت لك شرخ في الحوض وارتجاج في المخ. نانا الله، انا مش فاهم ايه حكايتك النهاردة بالظبط. نقلتك لأقرب مستشفى وفضلت جنبك لحد ما فقت من بنج 5 عمليات، وعرضت عليك ادفع لك مصاريف المستشفى او اي مبلغ تطلبه كتعويض. رفضت، ومش بس كده تنازلت كمان عن حقي في رفع قضية عليكي. لانك حبيت وما قدرتش تقاوم حبك ليا من اول لحظة. لا وانت صدق صعبت عليا لما لقيتك منهارة وباباكي بيبوس ايدي عشان ما وديكيش في داهية. كنت شهم وعظيم يا شاكر، ورغم انك مش التيب بتاعي، ورغم ان اتجاهاتنا مختلفة، ورغم انك بتاع حشرات، لكن موقفك ده اثرني ودخلت قلبي من اوسع ابوابه. اوف كورس، لان التعويض كان هيبقى كبير قوي. المهم نانا، اقدر افهم بتكلمي في الموضوع ده دلوقتي ليه؟ لاننا في زحمه خلافاتنا نسينا اللحظه الرومانسيه الجميله دي اللي جمعت بينا. شاكر انا اسفه على اي لحظه سببت لك فيها اي الم او مشاكل. انا بطلب منك ان احنا نبدا من جديد، نقرب من بعض. الله، غريبة، وإيه اللي خلاك تقرري فجأة كده حاجة زي دي النهاردة؟ أبدا، زهقت من النكد، نفسي التفاهم والانسجام يجمعنا من جديد. Impossible. إزاي ده؟ علميا وإكلينيكيا ده صعب. بالحب والحنان سهل، في مليون طريقة وطريقة ممكن نحيي بيها الحب من جديد. عارف محسن وداليا بيجددوا إحساسهم بالحب إزاي؟ مش المجنون ومراته؟ إزاي؟ هاو يعني؟ بيحتفلوا كل سنة بعيد أول لقاء بينهم، وبيعيدوا تمثيل كل اللي حصل في اليوم ده عشان يجددوا الأشواق ويفتكروا أجمل لحظات حياتهم. يا ريتنا نعمل زيهم يا شاكر. إيه ده؟ إيه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ عاوزة تصدميني بالعربية تاني؟ أنت اتجننتي؟ عايزة تقتليني؟ شاكر، شاكر استنى بس يا شاكر، شاكر، استنى بس يا حبيبي. انا معقوله يقول عليا ان انا اقتلك يا حبيبي؟ انا هصدمك بس صدمه خفيفه خالص، واحاول ان ما يكونش في اي اصابه اكتر. ها عشان خاطري. اصابتي ايه؟ انت مجنونه، انت مجنونه. عشان خاطري يا شاكر، عشان خاطري، عشان خاطري. وافق، وافق يا شاكر. وافق على ايه؟ وافق ان اصدمك يا حبيبي. مش قلت لك انت مجنونه؟ انت اللي مفيش فايده فيك، انت مفيش فايده فيك. طلعني، مش عايزه اعيش معاك. طلعني، طلعني. هطلقك يا نانا، بس الاول ادخلك مستشفى الورسال وبعدين اطلقك. يا مجنونه، يا مجنونه، والله مجنونه. نور. نعم. ممكن تسمعني؟ أفندم، أنا هعتزل الفن التشكيل. تكلمي جد؟ حقيقي؟ لأسباب كتير قوي. أولا اكتشفت إني تقريبا برسم لنفسي، بعدين الفن التشكيل ملوش جمهور، ده غير إني غرمتك فلوس كتير قوي من غير فايدة، ويمكن ده اللي يكون عمل جدار بيني وبينك وبعدنا عن بعض. فعلا. عشان كده قررت اني اتفرغ لك واحاول ابني من جديد اللي تهدف علاقتنا. برافو، انا مش مصدق ان انت اللي بتقول الكلام ده. انا زي ما اكون بحلم. ليه يا نور؟ احنا اتجوزنا عن حب وعشنا سعدة مع بعض كذا سنة. قصدي كذا شهر، لان بعد كده الحب انتهى ودخل التاريخ. هنعيده تاني، في مليون طريقة وطريقة. عارف محسن وداليا بيجددوا احساسهم بالحب ازاي؟ ازاي؟ بيحتفلوا كل سنه باول لقاء بينهم،
وعيدوا تمثيل اللي حصل بينهم في اليوم ده، وبكده بيجددوا الاشواق ويعيشوا اجمل لحظات حياتهم. يا ريتنا نعمل زيهم. نعم نعمل ايه؟ فاكر يا نور احنا عرفنا بعض ازاي ولا نسيت؟ معقول انسى؟ ده الموقف الوحيد في حياتي اللي مش ممكن انساه. كنت بزور عمتي في عوامتها، رجلي فلتت وقعت في النيل، ومن العوام اللي جنبها نطيت بهدومي في الميه وانقذتك. يا حبيبي يا نور يا ريت نرجع نمثل الموقف ده تاني. معقوله دي؟ مش معقول ليه؟ عايزين انزل بهدومي في النيل يا ليلى. وحياتي عندك. ايه ده؟ انت بتكلمي جد؟ طبعا يا حبيبي، امال بحسن؟ ضروري يا نور ارجوك. مش ممكن، انت مختله ولا بلاش. يا قوم مراتي مخلوله، مراتي بتكلم. انا مختله؟ طيب انت بتقولي ايه؟ بتقولي ايه؟ عايزاني انا تعيد البرنس اقف في طابور الجمعيه وانضرب الدلالات عشان اجيب لك جوز فراخ؟ انت اكيد اتكلمتي. الله يا سعيد، مش ده اللي حصل. كان طابور الستات طويل وانا كنت واقفه في اخره. اول ما عينيك وقفت عليا عجبتك. صعبت عليا، صعبت عليا لما قلت لي ان امك عيانه ومرميه في المستشفى الاميري ومحتاجه تغذيه. خدتك الشهامة وزحمت لغاية لما جبت لي الفراخ. فاكر قلت لي ايه وانت بتديهم لي؟ قلت لي انا بديك الساعة لما الفرخة تقصدني بخدمة. كان دمك زي العسل، وكلمة منك وكلمة مني اتقدمت لي. كان يوم اجو اتعذبت واتبهدلت واتقطعت هدومي. ثم انت بتفكريني بايام الفقر دي ليه؟ يا ريتها دامت يا اخويا. ده صحيح الايد مش طايلة، لكن اللي كان بينا محبة ووفاء. عشان كده بقول لك تعالى نمثل الحدوته من تاني، ونرجع الود القديم، ونعمل زي ما مصر وداليا هيعملوا. والنبي يا سعيد. حاضر، بس نوصل مشوار صغير لغايه السرايا الصفرة. انكتب عليا اعيش مع واحده عندها تخلف عقلي. انت اللي مش عاوز ينصلح حالك ابدا. صحيح اشيع من الترقيع في التوب الدايب. يا بختك المايل يا فوزيه. بطلي نبي بقى احسن وديلي. هتعمل ايه يا اخويا؟ هتضربني؟ واكسر رقبتي كمان. وعلى ايه يا سعيد؟ ما نفضع شركه ما بيننا وكل حي يروح لحاله. طلعني طلعني يا اخي ما دام كارهني، ويغور الشهد من وش القرد. قرد؟ اتلمني يا ام لسان زفر. انا الحق عليا اللي صبرت عليكي. من بكره الصبح تتكلي على الله. الباب يفوت جعل. باب مين؟ ده بيتي، انت اللي تمشي. فكرني هبله ولا ما بفهمش؟ الشقه من حق الزوجه وانا حاضنه اثنين. دي تمليك يا شاطرة. التمليك زي الإيجار يا حبيبي، ومن حق أنا وأولادي في التعديل الجديد للقانون. هو القانون ده لسه ماشي؟ إيه ده؟ أنت جيت يا نور؟ إيه ده؟ ليه ده؟ أكياس بلاستيك. اللي جابهم إيه؟ هعبي بيهم اللحمة. كل كيس بياخد 5 كيلو بعضمه. خلوا بالكم من حكاية الكاس البلاستيك، ما هو أصل أكل الأزواج بقى موضة اليومين دول. أنا عن نفسي أنا هنام في العيادة. بنت استهدي بالله، ما تركبيش دماغك، ما تسمعيش كلام امك وراجعي عفشك البيت. ما تحاولش يا بابا، لو انطبقت السما على الارض مش هرجع له.
والعفش من حقي، وعلى رأي فوزية شعره من جلد الخنزير مكسب. الخنزير؟ لا لا لا، لا شك الراجل طيب وابن حلال وزوج أليف ومستأنس وأمره متمسك برأيه، ده بيفكرني بشبابي. كل الخلافات اللي بينا كان هو السبب فيها. إنسان جامد، قلب من غير نبض، تليفون من غير حرارة، كلامه طوب ومشاعره زلط، عمره ما قال كلمة حلوة رقيقة ولو بالصدفة، زي ما يكون بتشائم من الكلام الحلو. الحب عمره ما كان همس ولمس وكلام أغاني. يا نامي يا بنتي، انت دلوقتي زوجة، ما انتش لسه بنت مراهقة. ومين قال يا بابا ان المراهقين بس هما اللي محتاجين لكلمة حلوة؟ كل زوجة كمان محتاجة لكلمة حب. الجواز ما بيقتلش الحب زي ما هما بيقولوا، الأزواج هما اللي بيقتلوه بتجاهلهم لمشاعر زوجته. يعني هيخس ايه على كل زوج لو قال لمراته كلمتين حنينين؟ الست منا يكفيها كلمة حب واحدة عشان تخلي حياة جوزها جنة. لكن شاكر فهم ان الكلمة الحلوة الرقيقة هتضيع كبرياءه وتضيع مكانته. عمر الرجولة ما كانت قاسوة، بدليل محسن قدر يكسب قلب داليا برقته ورومانسيته وكسب معاها حياة زوجية سعيدة. لكن شاكر خسرني وخسر معايا حاجات كتير، والأمر دلوقتي في إيد قاضي الأحوال الشخصية. ساكت ليه يا دكتور؟ عايزنا نقول ايه يا سعيد؟ انت مش دكتور نفساني وطب؟ اقدر ايه يا سعيد؟ اقدر ايه؟ انا كارثتي زي كارثتكم يمكن اكتر واكتر واكتر. يا دكتور، رغم الخلاف اللي بيني وبين انا الا ان الحياه كانت تربل محتمله لغايه ما وصل العرش الوهان ده في العماره. ربنا ينتقم منه، ربنا ينتقم منه، دمر حياتنا. لا 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 لا، ده مش ممكن يكون مش طبيعي زي ما بتقول يا دكتور. ده الشيطان بعته عشان يخرب بيوتنا. طب وايه الحل يا دكتور؟ ما تتكلم. I don't know. مش عارف. انا مش عارف. مش عارف ازاي. وجدته. لقيتها. عايزكم تعرفوا هو هيحتفل بذكرى لقاء المنايل ده امتى وفين. جاهزة يا روحي؟ أيوة يا حبيبي جاهزة. لا يا محسن، مش هو ده القميص اللي كنت لابسه يومها؟ أنا آسف يا حبيبتي، أصل القميص التاني ضايع عليا. كل عيد لقاء وأنت طيبة. وأنت في سعادة يا حبيبي. أنت السعادة وأنت الأمل. يلا يا روحي. يلا. الدنيا حلوة، الدنيا حلوة، إحنا الاتنين بنغنيها. بس عندك بتفضلي يا نور عين. متشكر قوي اصلا. معقوله الجمال ده؟ ايه ده؟ نفرتيتي نزلت على الارض؟ ايه دي؟ ماشيه ولا رقصه البجعه؟ قوام ده ولا غصن البيان؟ وإيه الشعر ده؟ الشعر الغجري المجنون، شعر ده ولا قصيدة شعر؟ والعنين الحلوة دي، عنين دي ولا سحر الحب؟ والشفايف، شفايف دي ولا كريز؟ قولي يا جميل، اسمك إيه؟ نزلت من أي كوكب؟ يا أجمل ملاك شافته عينيا، قولي، قولي حاجة، أي حاجة، قولي حاجة، قول بحبك، قول كرهتك، قولي حاجة، أي حاجة. يا جميل يا حلو يا مقطط يا ابيض يا جميل. مش معقول كده يا استاذ، بقى حضرتك مشي ورايا من الصبح. قول يعني حاجة. مش معقول يعني. اي حاجه. انا اجمل واحده شفتها في حياتي. اما انا اجمل سيده. لا اي حاجه منك كده بحياتك يا استاذ. ايه في ايه؟ مين دي؟ دي داليا مراتي.
استاذ يبقى جوزك؟ ايوه ده محسن جوزي. جوزها متعكسه في الشارع؟ اتفضل معايا. ايه ده؟ لا اصل استنى بس استنى حاجه. ما هو ده يا مدام. لا انا هفهمك كل حاجه. انا هوداه. بقول لك دي مراتي. لا اصل حضرتك قولي لهم انك مراتي يا داليا. انا مراته يا داليا. يا جدع دي مراتي. انت ما بتنصحش كده حرام عليك. يا استاذ لواء. داليا حضرتك يا جدع استنى حاجه. يا داليا سين اسمك وسنك وعنوانك ومهنتك. محسن محب عبد الودود 37 سنة و6 أشهر 5 شارع الحسين بن علي بمصر الجديدة محاسب في الشركة العصرية للتشييد. الحالة الاجتماعية متزوج من مراتي داليا حبيبتي وروح قلبي. جاوب على قد السؤال. انت شهدت تطارد زوجتك داليا ابراهيم مشتاق وتعكسها في شارع الزهور الساعة 5، ما تفسيرك لهذا؟ كنت بحتفل معاها بعيد أول لقاء تم منك. نعم قول. هوضح لسيادتك. مرة كنت واقف على محطة المترو في ميدان باب الحديد وبعدين لمحت داليا وهي قاعدة في المترو من الشباك. كان في عينيها سحر وغموض نظرات الموناليزا. مين؟ الموناليزا الملاك الجميل اللي خلده في تابلو ليوناردو دافنشي. مش عارف اكتبها يا استاذ. خلاص مش مهم كمل يا استاذ. من اول نظره نفد سهم كيوبيد لقلبي. وبعدين للاسف فقدت اثرها لان المترو مشي قبل ما نط فيه ومر عليا اليوم حزين تعيس. لكن الاقدار كانت رحيمه بيا ورتبت لي اجمل مفاجاه في حياتي. خير وايه هي المفاجاه دي؟ فجاه تاني يوم وانا ماشي شارد في شارع الزهور في مصر الجديده لقيتها قدامي. هي ذات نفسها؟ اخلص انت. حاضر. وبعدين؟ مشيت وراها قلت لها كل مشاعري ناحيتها. في الاول تجاهلتني لكن لما حست بالصدق اللي جوايا استجابت وتوعدنا على اللقاء وتقابلنا 3 مرات بعديها خطبتها واتجوزنا. ألف مبروك. وبعدين؟ كل سنة في نفس الميعاد بالظبط بنجدد أشواقنا ونروي شجرة حبنا. المريضة الجديدة يا دكتور. سيبوه واخرجوا أنت. نورت المستشفى يا قيس.